بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رباع ربابعة، دكتور اللغة التركية في جامعة اليرموك. عنوان كتابنا لهذا اليوم هو طائر النملمة للكاتب التركي رشاد نوري جنتكين. هذا العمل هو عبارة عن رواية أدبية كتبت باللغة التركية، ترجمها إلى العربية المهندس صفوان الشلبي. نشرت هذه الرواية عام 1922 ميلادي، تجري أحداثها في فترة التحول من الخلافة العثمانية إلى الجمهورية الحديثة، وهي فترة حساسة سياسيا، وقد انعكس كما تعلمون أثرها على المجتمع في تلك الفترة. استطاع الكاتب تسليط الضوء على المشاكل الاجتماعية وعكسها في هذا العمل من خلال سرده لقصة عاطفية لفتاة متعلمة تحمل أفكارا نيرة تغاير وتخالف أفكار المجتمع وأحكامه وسلوكه ومواقفه. في الحقيقة تعد هذه الرواية من أكثر الأعمال الأدبية انتشارا في تركيا، وقد عكست على شاشات التلفاز مرارا وتكرارا وبإخراجات مختلفة، كان آخرها عام 2014، كما أنها ترجمت إلى العديد من اللغات الغربية والشرقية. بالنسبة للمؤلف، ولد في اسطنبول وعمل معلما في وزارة التربية، وتوفي تاركا خلفه أكثر من 100 عمل أدبي في مجالات القصة والرواية والمسرح. وفي النهاية أود إخباركم أن الرواية أصبحت الآن موجودة في مكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك، يمكنكم بأي وقت استعارتها وقراءتها بشكل كامل. أرجو لكم من الآن قراءة سعيدة وموفقة، وشكرا جزيلا.